مرحبا بكم. أود أولا أن أعبر لكم عن مدى سعادتي لمشاركة احتفالكم هذا لتكريم نخبة من شباب وشابات تونس وتهنئتهم بالفرصة التي أتيحت لهم لبعث مشاريعهم الخاصة وخلق المزيد من فرص العمل. حوالي أسبوع بعد تسلم مهامي كسفير للولايات المتحدة الأمريكية هنا في تونس، أعتبر أن مشاركتي في هذا الحفل فرصة للتعبير عن مدى التزام الولايات المتحدة كشريك لتونس بمواصلة دعم وتعزيز الديمقراطية في هذا البلد. لقد ساندت الحكومة الأمريكية منذ قيام الثورة في 2011 التحول الديمقراطي في تونس عن طريق تقديم مساعدات مالية وتقنية بلغت قيمتها حوالي 700 مليون دولار أمريكي، وذلك في مجالات التعاون الأمني ودعم الديمقراطية والحكمة الرشيدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق مواطن شغل وفرص عمل جديدة، وهو ما يعتبر مطلبا أساسيا قامت من أجله الثورة. نحن سعيدون جدا بهذه الشراكة والنتائج التي حققتها، وكلنا أمل في دعم هذه الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام في المستقبل. قبل أن أختم، اسمحوا لي هنا أن أتوقف لأهنئكم وأهنئ الرباعي الراعي للحوار على حصوله على جائزة نوبل السلام. إن هذا ذخير دليل على أهمية ما أنجزته تونس من تقدم في إرساء الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والنمو الاقتصادي. شكرا جزيلا ومبروك مرة أخرى للمتوجين، وشكرا.